اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مع البوصله. النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم كل شاب وشابه في البلد، وهي القرارات الوزاريه الجديده اللي بتاثر على حياتنا اليوميه. طبعا كلنا عارفين ان في تغييرات بتحصل حوالينا دايما، بس ازاي القرارات دي بتاثر علينا وايه اللي ممكن نعمله عشان نستفيد منها او نواجه التحديات اللي ممكن تيجي معاها؟ كل ده هنناقشه النهارده مع بعض، وهنناقش اهم القرارات اللي اتخذتها الحكومه الفتره الاخيره وازاي الشباب ممكن يتفاعل معاها، سواء بقى كان في التعليم، كان في الشغل، او حتى في حياتهم الشخصيه. خليكم معانا عشان نفهم اكتر ونشوف ايه اللي ممكن نعمله عشان نكون جزء من التغيير ده بدل ما نكون مجرد متفرجين بس. خلونا نتفق ان كل قرار بيصدر بيكون ليه اسبابه ودوافعه، سواء بقى كانت اسباب اقتصاديه، اجتماعيه، او حتى اسباب سياسيه، لكن المهم بالنسبه لنا احنا كشباب هو احنا نفهم القرار ده ممكن ياثر علينا ازاي. مثلا نفترض مثال، لو الحكومه قررت تزود ميزانيه التعليم، ده ممكن يفتح فرص كتيره جدا للطلاب زي منح دراسيه او تطوير في المناهج، لكن في نفس الوقت ممكن يكون في تحديات كتيره جدا، زي بقى صعوبه التكيف مع المناهج الجديده او زياده التنافس. وعلشان نكون جزء من الحل لازم نتعلم ازاي نفكر بشكل نقدي ونفهم القرارات دي بعمق، مش كل حاجة بتطلع في الأخبار بنسمعها وبنسلم بيها، لازم ندور ونسأل ونناقش مع بعض. يعني لما نسمع ان في قانون جديد هيأثر على سوق العمل نفكر ازاي نقدر نستفيد منه بكل الإمكانيات، هل محتاجين نطور مهاراتنا او ندور على فرص جديدة. وكمان لازم نكون احنا كمان مشاركين في اتخاذ القرارات دي. الحكومة ممكن تسمع لصوت الشباب لو عبرنا عن رأينا بطريقة صح، سواء بقى عن طريق المشاركة في مناقشات او تقديم مقترحات او عمل مبادرات او حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. في الاخر مهم نفتكر ان التغيير مش دايما بيكون سهل، بس لو اشتغلنا مع بعض وفهمنا القرارات دي كويس جدا ممكن نكون جزء من المستقبل اللي بنحلم بيه. ما تيأسوش، اوعى حد فيكم يا شباب ييأس من التحديات، بل بالعكس اعتبرها فرصة للتطوير والتقدم. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي خلينا نبدأ نتكلم عن بعض القرارات اللي صدرت مؤخرا وازاي ممكن نواجهها ونستفيد منها. وأول حاجة هنتكلم عنها هو القرار الجديد الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور. طبعا ده خبر كويس جدا بالنسبة لكتير جدا من الشباب اللي لسه بادئين حياتهم المهنية. طبعا زيادة الأجور ممكن تساهم في حاجات كتيرة جدا زي تحسين مستوى المعيشة، توفير فرص للاستثمار في نفسنا، زي دورات تدريبية، زي ورش. ودلوقتي يا حبايبي هنعرف مع بعض مع اول مداخله تليفونيه معايا المستشار محمد حامد رئيس حزب شباب تحيا مصر. الو، اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. ايه راي حضرتك في حلقتنا النهارده؟ والله حلقه ممتعه جدا وحلقه مفيده جدا، والمفروض ان احنا نوظف بعض البرامج في مثل هذه الحلقات عشان نفيد المواطن ونعرف المواطن ايه اللي بيدور في الدوله وايه اللي بيدور في الاقتصاد المصري، والدوله عاوزه تعمل ايه وعاوزه تنفذ ايه وعاوزه تريح الشعب ازاي. بس برضه هو في امكانيات ما نقدرش نتعداها. يعني احنا الحد الادنى للاجور، الشاب كان بيدخل اي وظيفه ب 1200 جنيه، النهارده شوف الحد الادنى وصل لكام. فده مفيد جدا جدا للشاب، هيريحه نفسيا ومعنويا وماديا، هيقدر يستثمر شيء، يزود شيء في حياته، هيقدر يحط مبلغ مثلا او يعمل يدخل مثلا في جمعيه او يدخل في اي شيء بحيث ان هو يطور من حياته شويه، يقدر يساعد في زواجه. لكن المبالغ القديمه اللي كان بياخدها 1200 جنيه و 1300 جنيه و 500 جنيه هيعملوا له ايه؟ تمام. هيركب مواصلات بكام؟ هيوفر كام؟ هيدخل تدريبات بكام؟ يعني لو انا واحد مثلا عندي ابن عاوز ياخد دوره، طب هو مرتبه كله 3000 جنيه او 2000 جنيه، طب هيخش دوره بكام وهيصرف بكام؟ يعني هيستثمر كام؟ مفيش. لكن دلوقتي الحد الادنى بالمبلغ دوت هو المفروض يكون اكتر من كده، لان المبلغ ده لا يساوي شيء برضه لقيمه الشاب اللي شغال.
يعني احنا عاوزين لما يكون في حد ادنى نحط ادنى لقيمه الشاب اللي شغال، اللي تعب وذاكر وكد وقدر ان هو يوصل لمرحله تعليميه كويسه، او مش هقول ممتازه، متوسطه. تمام. فلازم يكون في كادر يعني يضيف لي او يساوي تعبه في الحد الادنى للاجور. فانا بقول يعني الحد الادنى للاجور الموجود دلوقتي ها متوسط، ولكن في ظل الغلاء الفاحش في الاسعار في العالم وفي مصر نقول ان دي حاجه عظيمه جدا، ان البلد بتمر بازمه اقتصاديه وفي حد ادنى كده للاجور بالسعر ده. سياده المستشار محمد، لو حبينا نقدم مناشده، مناشده حضرتك تكون ايه؟ مناسبه؟ مناشده. مناسبه؟ مناشده يا فندم. مناسبه. لا والله انا اقول ان انا بشكر كل حد قلبه على البلد دي، وكل حد بيحاول ان هو يطور في البلد دي، كل حد بيحاول ان هو يضيف شيء للمواطن قبل الدولة. تمام. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، انا بشكر اولا الرئيس على الهواء، انا بشكره فعلا من قلبي، لان هذا الرجل يعني دايما في تطور. دايما في تطور، يعني شوفي كم يعني قمه الفزع اللي احنا فيه وقمه الهلع اللي احنا فيه على الحرب والمشاكل الداخليه والمشاكل الخارجيه، ولكن في النهايه برضه قلبه على المواطن وعلى الشاب الغلبان الصغير اللي هو عايز ان هو يطور منه. يعني انا لو اي حد ماسك رئيس جمهوريه هيقول ايه؟ يا سيدي غلاء ايه دلوقتي واسعار ايه ومعيشه ايه؟ احنا خلينا في الحرب اللي احنا فيها. تمام. لكن الراجل برضه عمال يطور، عاوز يضيف شيء جديد، ده دليل ان هو بيوظف كل واحد في مكانه. سيادة المستشار محمد حامد، عايزين حضرتك رسالة للتجار اللي هم بيدخروا عندهم السلع والمواد الغذائية كاستثمار بعد كده، تحب تقول لهم ايه؟ لا دي مش رسالة، ده انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا قلت قبل كده برنامج، في كذا برنامج قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل واحد يكنز او يستثمر شيء داخلي. ده هو دلوقتي بيستثمر فلوسه على عبء المواطن وعلى قلب المواطن. يعني انا دلوقتي طب انا استثمر، طب انا هو عم دلوقتي بيخزنه تجار ليه؟ بيقول لك ان السلعه دولار بيطلع السلعه بتغلى، ما انت كده بتاخد من قوت المواطن. ده انا اقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل، مش هقول رساله، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل واحد يخزن سلعه لاستثمارها بعد كده. انا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، لان جشع التجار هو اللي عامل المشكله الكبيره، وانا اتكلمت فيها قبل كده مره واثنين وثلاثه، قلت ما فيش غلاء اسعار يا جماعه، ما فيش رقابه يا فندم، في جشع تجار، ما فيش غلاء اسعار. والدليل على كده ان في بعض الاحزاب او بعض الكيانات بتبيع السكر ب 27 جنيه ونص، الحين انا كان بيتباع ب 60 جنيه. طب الناس دي ما بتكسب، التاجر بيبيع ب 60 جنيه، يعني انت لازم تكسب 500%؟ يبقى في جشع تجار. احنا مش نقول رساله، اوعى تقولي رساله، احنا نتحاسب عليهم، دي مش رساله، لان الرساله مش هتوصل لهم. والله يا سياده المستشار محمد، من ربنا للسماء هتوصل لهم. حديث حضرتك يا فندم، احنا مش بس عندنا احتكار في السلع الغذائيه والمواد الغذائيه بس، احنا برضو عندنا احتكار في الادويه. احنا بنروح الصيدليات دلوقتي عشان بنطالب بتوفير دواء احنا اوريدي مش بنلاقيه. ما هي دي التجاره، ما التجاره مش شامله سلع غذائيه، شامله كل حاجه. بالظبط، شامله كل شيء. شامله سلع غذائيه، شامله لحوم، شامله ادويه، شامله كل ما يحتاجه البيت المصري. ده جشع تجار. فاحنا نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ احنا المفروض كقياديين في الدوله ما نقفش نتفرج، ندور على طريق البديل، البديل ده هو السوق الموازيه. تمام. السوق الموازيه دي اللي هي ايه؟ ان انا اعمل شوادر مثلا بالنسبه للمواد الغذائيه. اعمل شوادر باسعار مخفضه، هجبر التاجر في الوقت دوت، هجبر التاجر ان هو يبيع بالسعر بتاعي. لما انا اكون عندي شادر واثنين وثلاثه وببيع السكر مثلا في مثلا ب 28 جنيه 29 جنيه بلاش 27 جنيه ب 30 جنيه، هو بيبيع ب 40 جنيه. سياده المستشار محمد حامد، هستاذن حضرتك بس تخليك معايا في المداخله. معانا الاستاذ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل للشباب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا سمر، اهلا وسهلا، اهلا بيك، نورت برنامجنا. اهلا بيك، منور بيكي. عايزه اقول لحضرتك ايه راي حضرتك في القرارات الوزاريه الجديده بخصوص الثانويه العامه؟ بخصوص ايه؟ بخصوص الثانويه العامه.
لا هو طبعا هذا كلام يحتاج حوار مجتمعي، انا بكلم حضرتك في المقام يعني الاول هذه كأب. القرارات تحتاج الى مراجعه. زي كان يجب على الحكومه قبل ما تاخذ هذه القرارات على الاقل تعرضها في الحوار الوطني بحيث يناقش مناقشه من كافه جوانبها، لان تعديل اي نظام الثانويه العامه يؤثر في الملايين من الشباب، وبالتالي يؤثر في الاسر المصريه، ويحتاج الى الاخضاع لحوار وطني. ما تحدث ما فعله وزير التربيه والتعليم الجديد ان هو نقل النظام الامريكي اللي هو بيديره في مدارس والدته الى النظام الحكومي. وهناك فرق كبير بين التعليم في المدارس الحكوميه والتعليم في المدارس الدوليه ذات المصروفات الكبيره والباهظه. لذلك لا يمكن ابدا ننقل هذه البيئه، بيئه التعليم في المدارس الخاصه لبيئه التعليم الحكومي، وخاصه ان التعليم في المدارس الدوليه اشبه بالسناتر، حيث لا يستهدف تكوين شخصيه الانسان، لا يستهدف تعليم الطلاب جغرافيه بلادهم ولا تاريخ بلادهم، ما يستهدف بعض المواد العلميه اللي لها الحديثه وامتحانهم فيها. لما دور المدرسه الاصليه هو تكوين شخصيه الطالب، تكوين ضمير الطالب، ان يكون الطالب عضو نافعا في اكتشاف مواهب الطالب وقدراته. ده الهدف من المدرسه المصريه ومن دورها في بناء الشخص. اما التعليم في المدرسه الدوليه اللي الوزير نقل لنا تجربته فيها، فهذا النظام لا يمكن ابدا اي حال من الاحوال يمشي مع 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 الغالبيه العظمى ومع التحديات اللي تواجه الوطن. الو، بشكر حضرتك يا استاذ ناجي، وخلي حضرتك معانا في المكالمه المستشار محمد حامد، عايز اخد راي حضرتك في الملف التعليمي الجديد، ايه راي حضرتك فيه؟ مع اختلافي الشديد مع الاستاذ ناجي، اختلافي الشديد جامد ل احلى قرار تم يمكن في مصر خلال السنه دي في التربيه والتعليم، هذا القرار، لانه قعدوا يحاربوا هذا الرجل وزير التربيه والتعليم بحاجات كده مش هنقول عليها يعني، ولكن هذا الرجل حط ايده في عرين الاسد الوحيد اللي قدر يتحدى الحكومه ويفرض طلباته على الحكومه، وبناء على كده هيوافقوا عليها. اولا كل القرارات اللي تمت هي تصب في مصلحه الطالب وولي الامر قبل الطالب. تمام. طب سياده المستشار، طيب والمدرس فين من كل ده؟ ما انا هقول لك اهو، المدرس فين؟ ما هو يا جماعه الناس فاهمه الموضوع غلط. اللغه الفرنسيه او اللغه الثانيه لم تلغى. لم ايه؟ هي لم تلغى، اللغه الثانيه لم يتم الغائها من المنهج الدراسي، ولكن احترامي لحضرتك يا فندم، بس اللغه الفرنسيه طالما هي ما عادتش بتنضاف للمجموع، اذا الطالب مش هيهتم بيها غير انه ينجح فيها بس. طب ما انا هقول لحضرتك على فين تقويه الماده؟ فين الماده العلميه اللي الطالب خدها من ماده اللغه الفرنسيه؟ احنا لو جالنا سفر بره في فرنسا، في المانيا، في اي حته بره، في اي دوله اجنبيه، انا ازاي هتكيف مع البيئه اللي انا رايح لها وانا مش ما عنديش اي مدخل من مداخل من المداخل الاجنبيه؟ انت حضرتك بتتكلمي في حته، السؤال موجه في شيء وانت بتتكلمي في حته ثانيه خالص. انت كده بتتكلمي على ان انا افيد المدرس ازاي؟ لا كده مش افاده مدرس. أنا دلوقتي عندي ابن داخل طالب، الإفادة الأولى للطالب داخل المدرسة وليس المدرس. المدرس بيتقاضى أجر من الدولة، إحنا نتكلم في رفع أجور المدرسين. وليس إن أنا كده بقول للمدرس إدي درس خارجي وإقف تحت ناتر. يعني القرار الصائب اللي هيتاخد برضه، وإن شاء الله أنا أتمنى من الله إنه يتم تنفيذه، قفل جميع السناتر. السناتر دي كارثة كبيرة بنواجهها. كارثة لان السناتر انت ما شفتيش السناتر بتعمل ازاي، الشباب بيبقوا واقفين، مش شباب قاعده، كله الناس اللي واقفين اكتر من اللي قاعدين في ظل الفيروسات اللي موجوده ده انتشار الفيروسات. استاذ ناجي الشهابي، ايه راي حضرتك في كلام المستشار محمد حامد؟ الخط فصل. الو، انا اللي معاكي، انا اللي معاكي المستشار محمد، معاكي المستشار محمد حامد. طب اتفضل يا فندم كمل. فانا دلوقتي بدي فرصة لتغيير النظام التعليمي اللي موجود للأحسن. ايه هو؟ ان انا هلغي الدروس الخصوصية، او هلغي 70% من الدروس الخصوصية، هلغي التناتر، فالولد هيرجع يذاكر في بيته، هيرجع يستمع للمدرس كويس، لكن الولد ما بيتحضرش، ما بيحضرش في المدرسة بناء على ايه؟ على انه هياخد في النهاية الامتحان
60 او 70% اسئله من المدرس في السنتر. هيحضر ليه؟ مش هيحضر. انا كده بدي دفعه ان الطالب يحضر غصب عنه، بدي دفعه للمدرس او بدي قوه للمدرسه ان هي هتلغي الدروس الخصوصيه. طب ما احنا دلوقتي احنا في مشكله يا جماعه، احنا بالنادي وبنقول يا جماعه باي الدروس الخصوصيه، السناتر دي بتجيب تضيع اولادنا. الولد لما بياخد درس خصوصي بياخد على المدرس بمعنى اصح، المدرس بياخد عليه. هيبه التعليم راحت يا جماعه. احنا كنا اقسم بالله بنقف انتباه قدام المدرسين بتوعنا، انا بقسم بالله. هيبه المدرس راحت بسبب الدروس الخصوصيه. جالنا واحد هيرجع هيبه المدرس ثاني وهيرجع كينونه التعليم من جديد. بس سياده المستشار محمد، مع احترام الكلام حضرتك، هيبه المدرس ضاعت ولجا للدروس الخصوصيه في سناتر بره وبدا جشع المدرسين يظهر، ده لان مفيش اجور متوفره. هو المدرس لو بيقبض مرتب ثابت في الشهر ومتعين تعيين حكومي او متعين كحصص بالاجر او تبع مسابقه، معايا يا فندم؟ انا معاك. هل لو ليه مرتب ثابت زيه زي الدكتور زي المهندس زي الضابط، هل هو هيلجا لدروس خصوصيه بره؟ طب هيعيش بيته ازاي؟ لا استني بس حضرتك استني، انت بتتكلمي نقطه مهمه جدا. انت كده ده كده في حاجه مش مظبوطه في الكلام. هقول لحضرتك. اتفضل يا فندم. انت بتقولي لو مرتب ثابت، هو المدرس ده مش بياخد مرتب ثابت؟ 1200 1300 2000 جنيه هيعيشوا. وانا ما خدتش بال حضرتك، انا قلت ايه؟ احنا نطالب بزياده اجور المدرسين. تمام، دي مناشده من حضرتك يعني. انا بقول اهو نطالب بزياده اجور المدرسين. طب ما هو دلوقتي تعالي هفهمك حاجه، لحد الاسهل الاجور ده ما هو هيتطبق على الجميع. بالظبط. هيتطبق على الغفير وعلى المدير. هيتطبق في جميع المراحل الصناعيه والتعليميه اللي في مصر. يعني انا دلوقتي الحد الاسهل الاجور لو وصل 6000 جنيه مثلا، هل العامل اللي هياخده والمدرس مش هياخده؟ لا 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 يا جماعه، المدرس ده المفروض يعامل معامله المعامله اللي بعد الانبياء. شوف انا بقول ايه؟ المدرس يعامل في اي الدوله الموجود فيها المعامله اللي بعد الانبياء. صح. ليه؟ كده ان هو يكون رسولا. بالظبط، لان هو اللي بينقل الطالب بيخليه يبقى عالم. انت فاهم ازاي؟ يعني انا احترمت قرار مقدم كان في المرور، في مرور من احد مرور القاهره، قال ايه؟ قال اللي علمونا ما يقفوش في الصف. شايف التكريم؟ يبقى انا ما اكرمش الناس دي ازاي؟ من علمني حرفا جبت له عبدا ازاي؟ يا جماعه التعليم يا جماعه اهم شيء واهم مرحله، لان الطب اساسه التعليم، المحاسبه اساسها التعليم، الهندسه اساسها التعليم، نشاه الطالب من صغره من السن من الابتدائي المرحله الاساسيه التعليم الاساسي. يبقى انا لازم اوفر دخل كويس للمدرس بحيث انه ما يلجاش ان هو يتلاعب لعب اكتمال او نقول بقى مخارجي بدروس الخارجيه. تمام. يبقى انا ارفع الحد الادنى للاجور للمدرسين. انا المفروض ان الحد الادنى للاجور للمدرسين يكون اعلى. طب انا اقول لحضرتك حاجه، في بره في اوروبا كانوا بينادوا ان هم يتساووا باجور المدرسين. عارف قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم اللي علموكوا تتساووا بتساووا بيهم. شوف اللفظ، اللي علموكوا تتساووا بيهم. يعني هل انا اتساوى بوالدي؟ سيادة المستشار، معانا مداخلة تليفونية وخلي حضرتك معايا على الهواء من الأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة. أهلا بحضرتك يا فندم. ألو أستاذ كمال، ألو، تفضل يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ كمال. سمعنا حضرتك يا استاذ كمال، ايه راي حضرتك في قرار الوزاره الجديد بخصوص التربيه والتعليم؟ استاذ كمال معايا على الهوا؟ طيب نرجع لحضرتك سياده المستشار محمد حامد. اتفضلي. بشكر حضرتك على مشاركه البرنامج. حبيبتي تسلمي، تسلمي يا رب. شكرا. ورجعنا تاني لحضراتكم بعد ما شفنا المداخلة التليفونية مع المستشار محمد حامد ومع الأستاذ ناجي الشهابي. طبعا أنا لا مع ولا مع ضد، يعني في ناس كتيرة تقول لي أنت منحازة للمدرس وناس كتيرة جدا تقول لي أنت منحازة للطالب وولي الأمر. خلينا كلنا يا جماعة نبقى متفقين أن أي طالب أو أي ولي أمر ليه اسره، ليه طلبه بتروح دروس، وي وي وي. طبعا احنا كلنا عارفين ان مفيش شغل حكومه اليومين دول،
كلنا عارفين ان صعب جدا الواحد على ما يلاقي وظيفه كويسه يقدر يصرف منها ويصرف منها على بيته وعلى عياله. طب انا كشاب وبطلع الساعه 6 الصبح او 7 وبرجع اخر النهار الساعه 8 او 9 بالليل على مرتب كام؟ مفيش، معلش في الكلمه. انا من يومين قابلت حد صدفه يعني، فبقول له انت شغال فين؟ فقال انا شغال في مصنع بسكوت بيعبي بسكوت. كام ساعه؟ قال لي 12 ساعه. فبقول له انت بتاخد كام في ال 12 ساعه دول؟ قال لي باخد في ال 12 ساعه دول 3000 جنيه. قلت له 3000 جنيه دول شاملين كل حاجه ولا في تبسات؟ قال لي لا، بمواصلاتي باكلي بشربي. فطبعا انا الكلام ما عجبنيش بس سكت، انا ماليش ان انا اهاجم. فطبعا شاب بياخد 3000 جنيه وطبعا خريج كليه، يا ريت مثلا في ناس كتير جدا دبلومات لا وشغالين ومرتباتهم كويسه، لا اللي شغال في البترول، اللي قربت وصلت له مش عارفه فين، انما كتير جدا من الشباب كتير جدا معاهم كليات وخريجين كليات ومعاهم دراسات عليا ومحضرين ماجستير ودكتوراه، وتلاقوهم في الاخر شغالين ايه؟ فاتحين محلات، جايبين توك توك، بيمارسوا حياتهم بقى مع اي حد اسيستنت. طب ليه؟ نعمل كده ليه؟ ليه ما نراعيش المدرس ده؟ ليه ما نقولش ان المدرس ده مسيره هيتجوز، مسيره هيفتح بيت، مسيره هياخد اي خطوه في حياته محتاجه فلوس؟ الشباب هتجيب منين يا جماعه؟ تسرق، تمد ايدها، تتحوج للناس؟ طب ما ده مش طبيعي. معانا مداخله من الاستاذ كمال. اتفضل يا فندم. الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده مع حضرتك. حسنين يا فندم رئيس حزب الرياده. اتفضل يا فندم مع حضرتك. اهلا بيكي، تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده. ميرسي جدا لذوقك. سامعيني يا فندم. اهلا بيكي يا فندم. ايه راي حضرتك في القرار الوزاري الجديد تبع التربيه والتعليم؟ انا طبعا استمعنا كلنا زي ما استمع الشعب المصري. انا بتكلم الاول النقط الايجابيه، كون ان انا اقلل عدد المواد اللي بيدرسها الطالب اللي انا بسميها حشو، اللي هي مش موجوده الا في مصر بس، جميع دول العالم ما فيش ان انا في مرحله ثانوي ادرس حاجه و30 ماده على المسار المراحل الثلاثه، فكنا نخفف عدد المواد للصف الاول الثانوي ان ينزل بدل ما هي الطالب بيدرس 10 مواد لا يستفيد بعد كده ما بيخش جامعه، في مواد كثيره لا علاقه له بيها، فكنا نقلل عدد المواد انزلها 6. الثانويه العامه كون ما لها 8 مواد اعملها 5 مواد واعملها تخصصيه، فده في حد ذاته شيء ايجابي بيعود بالنفع النهارده على المواطن المصري وعلى الاسره المصريه، لان احنا عارفين التعليم داخل كل بيت مصري. انا عندي ما في مراحل التعليم المختلفه اللي هي ما قبل الجامعي حوالي 20 مليون مواطن، يعني عندي 20 مليون اسره تشارك في هذا، فكون ان يبقى في قرار بتطوير التعليم ان يقتصر ان انا اختصر المواد، ان الطالب اللي كان بيذاكر اولى ثانوي ولسه طالع من ثالثه اعدادي طالب لسه الناحيه الفكريه والناحيه النضوج العقلي اخليه يدرس 10 مواد ده شيء، فكون ان انا اقلل عدد المواد الدراسيه اللي بيدرسها الطالب ده في حد ذاته عمل ايجابي جدا جدا جدا. اذا كنت بختلف في بعض النقاط الاخرى السلبيه تمام. ان انا بحتاج فوجئنا كمصريين ككل، احنا اولا كحزب رياده مشاركين في الحوار الوطني اللي هو بيناقش كل امور المجتمع المصري، فانا كنت اتمنى ان قضيه زي قضيه التعليم اللي هي بتعتبر بتخش كل بيت اللي موجوده بتهم كل مواطن مصري ان كانت تتعرض للحوار الوطني والحوار المجتمعي الاول قبل اقرارها، لان انا شايف ان في بعض المواد لازم تبقى موجوده اللي هي العلوم الانسانيه، المواد الانسانيه اللي بترتبط بالعلوم الانسانيه، يعني في بعض المواد ما اقدرش ان انا الغيها بالزبط. واحنا دوله سياحيه ما ينفعش اركز على لغه واحده فقط، لان الطالب لما يعرف ان في لغه الثانيه هياخد فيها نسبه نجاح بس يبقى معناها ان هو هيهملها، زي ماده التربيه الدينيه كده، حش بيذاكرها الولد بيذاكر لانه عارف في الاخر ان درجاتها التعليميه لن تضاف للمجموع، فالطالب بيهتم بالمواد اللي تضاف للمجموع، فالنهارده لما اقول له لغه واحده وانا دوله سياحيه، دوله المصري بتعتمد واحنا بنقول مستقبلا ان احنا بنساعد على ان احنا نزود حجم السياحه في مصر، فازاي ان انا اعتمد على ماده واحده بل لغه واحده بس واهمل الباقي اللغات؟ يبقى هيجي في يوم هلاقي المواطن المصري كله الطلبه بتدرس ماده واحده اللي هي اللغه الانجليزيه، طب واللي بيعمل في مجال بقى اللغه الفرنسيه واللي بيعمل في المجالات الاخرى، فانا شايف ان زي ما بقول في ايجابيات ان انا بخفض عدد المواد عشان ارفع عن كاهل الاسره اللي كانت بتدي 8 مواد ياخد دروس ثانويه عامه لما تنزل لخمس مواد سواء للفرع العلمي او العلم علوم او العلمي رياضه او الادبي ثم اولى ثانوي ينزل من 10 مواد الى 6 مواد، فده عمل ايجابي، لكن انا بطالب ان يكون يبقى في حوار مجتمعي على بعض الامور الاخرى، زي ما اقول اللي ما ينفعش يبقى التعليم المصري ما فيهوش مواد العلوم الانسانيه اللي هي بتساعد على نمو الفكر والنضج الفكري
ثم النقطة الثانية اللي هي موضوع اللغات، إن أنا كده هركز على مادة واحدة، إحنا بلد سياحي يبقى لازم عندي اللي بيجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية وهكذا، فأنا بطالب إن لازم يبقى في حوار مجتمعي. فالعودة مرة أخرى في موضوع اللغات اللي هي بالذات اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، العودة فيها مرة ثانية والعودة للحوار المجتمعي. سيادة الأستاذ كمال رئيس حزب الريادة، أنا بس عايز أستفسر من حضرتك على حاجة مهمة. حضرتك دلوقتي بتطالب بالرجوع في الأمر في المواد الأجنبية، طب بخصوص مادة زي علم النفس والفلسفة، هل يصلح أو هل يصح إن احنا نلغيها خالص؟ ما أنا بقول لازم يبقى موجودة العلوم الإنسانية، إزاي بقى إن أنا عايز أنمي فكر الطالب وأنمي بقى طالب عنده بعد عنده رؤية وعنده، وألغي المواد اللي هي بتاعت العلوم الإنسانية، ما الفلسفة والمنطق والعلم النفسي والاجتماع اسمها دي طبعا العلوم الإنسانية، فأنا بطالب إزاي إن ألغي العلوم الإنسانية اللي هي بتساعد على نضج الطالب، بتساعد على نضجه، بتساعد على يبقى عنده قراءة للمستقبل، بتساعد عنده رؤية مستقبلية، فإزاي عشان كده أنا كلامي كان واضح. بقول لازم نتراجع، ممنوع ان انا انهي العلوم الانسانيه نهائيا، زائد الماده اللغه الاجنبيه ان تبقى قاصره على ماده واحده، فده يبقى انا ازاي دوله سياحيه عايز الناس يبقى عندي لما يجي فوق سياحي فرنسي او ايطالي او المانيا او مين اللي يتعامل معاه، مش معقول ان انا هستعين بناس من خارج مصر عشان اشغله في مجال السياحه يتعاملوا. عشان كده انا بقول القرار له اجابات كثيره، ان هو قلل العدد، لما بقول اولى ثانوي من 10 مواد تبقى 6 مواد، ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي من 8 مواد تبقى 5 مواد، ده فعلا بيفيد الاسره المصريه ويقلل الضغوط اللي على الاسره بالذات في موضوع الدروس الخصوصيه. لكن في نفس الوقت بعترض على اللي هو الماده اللغه الاجنبيه الثانيه تبقى لا تضاف للمجموع، يبقى تم اهمالها. والنقطه الثالثه ان انا ما اقدرش اتناسى العلوم الانسانيه اللي هي بتساعد على نضج التلميذ او الطالب، وساعد على رؤيه مستقبليه ويعرف ما يدور حوله. بشكر حضرتك يا استاذ كمال على مشاركه حضرتك في برنامجنا. عفوا يا فندم، شكرا. طبعا رجعنا لحضراتكم، انا عايزه اوضح لحضراتكم حاجه مهمه جدا، ازاي ماده زي علم النفس تتلغي من منهج الثانويه العامه؟ يا ريتها مثلا موجوده زي الفرنساوي، هنقول مثلا هي موجوده بس هي ماده نجاح ورسوب، لا ده انتفت خالص. طيب انا ماده علم النفس، انا طبعا كنت ادبي وكنت طبعا ملمه بالماده، بنشئ فيها يعني بدرس فيها يعني ايه تنشئه اجتماعيه، بدرس فيها طريقه التعلم، بدرس فيها او بتعلم فيها اكتساب الصفات او الفروق الفرديه بين الاشخاص بعضها البعض الاخر، بندرس فيها ازاي الام تتعامل مع الاسره، بندرس فيها طريقه التعامل البشر بين بعضهم والبعض الاخر. طبعا لما هي تتلغي من منهج الثانويه العامه، وطبعا الطالب طبعا بيطلع من الاعداديه على الثانويه العامه وما درسش علم نفس خالص، يبقى اذا احنا في مرحله الهلاك والدمار الشامل. نرجع لموضوعنا الاساسي المدرس. انا بحيي كل مدرس في مجاله، ما تيأسش زي ما قلت لك قبل كده في حلقة الصبح، لو كنت متابعني وبتتفرج عليا، قدامك مجالات كتيرة جدا. انت مدرس فرنساوي مثلا، مشروع الدرس او مشروع الدروس الخصوصية بتاعك اتوقف، لا ما تيأسش، خد دورات، خد كورسات، اشتغل في مجالات تانية مختلفة، نمي من ذاتك، روح للجامعة اللي انت متخرج منها قول لهم انا عايز اشتغل. احنا طبعا عارفين ان كل جامعة او كل كلية فيها مركز الخدمة العامة، طبعا مركز الخدمة العامة ده بيقوم بجميع خدمات الطلاب وغير الطلاب، روح لهم قول لهم انا عايز ادرس كورسات في كذا، انا عايز ابدأ في كذا، ساعدوني يا جماعة انا عايز اطور من نفسي، عايز اطور من ذاتي. محدش عمره هيقفل الباب في وشك، عمر ما حد هيبخل عليك بمعلومة، بس انت اللي كسيل، انت اللي مكسل، انت اللي ما عندكش القدره انك تبذل وتطلع وتجري وتعافر. لا احنا كشباب عايزين كل حاجه سهله، احنا عايزين ننام ونصحى نلاقي الفلوس جنبنا، عايزين ننام ونصحى نلاقي نفسنا بقينا مليونيرات، وطبعا الحاجات دي كلها مش هتنفع. طبعا احنا عندنا الحكومه بتشجع الشباب على الدخول في سوق العمل، سواء بقى عمل حر او عمل ايه او عمل خاص او عمل اجتماعي، وطبعا بتنشئ لهم مشاريع خاصه، طبعا دي بتبقى فرصة كبيرة جدا لأي حد عنده فكرة مبتكرة وأي حد حابب يدخل عالم البيزنس، بس لازم نكون مستعدين من حيث المهارات والمعرفة علشان نقدر نحقق النجاح في المجال ده. بس في النهاية عايزة أقول لكم إن القرارات دي مش مجرد أوراق أو أخبار أو هتافات مثلا في الجرايد، لأ دي حاجات بتأثر علينا بشكل مباشر. النجاح في التعامل معاها بيبدأ من فهمنا ليها.
طبعا استعدادنا للتكييف ان احنا نتكيف ونتغير في كل القرارات دي كأنها فرص مش عقبات. اشتغل على تطوير نفسك عشان تكون دايما مستعد لأي حاجة جديدة. انا مش حابة اطول على حضراتكم بالكلام، ومعانا مداخلة تليفونية من استاذة حنان. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذة سمر، بشكرك على مشاركتك في البرنامج. بشكرك جدا. انا عايزه اعرف من حضرتك، هو حضرتك تخصص ايه الاول؟ انا اسواق مال واقتصاد كلي. تمام ما شاء الله. انا عايزه حضرتك تقولي لي رايك في القرارات الوزاريه الجديده بخصوص التربيه والتعليم. هو بيحاول بقدر الامكان يربط التعليم بسوق العمل، لان في بعض التخصصات بيبقى فيها يعني المعروض في سوق العمل قليل، وفي تخصصات تانية بيبقى في احتياج ليها كتير جدا جدا. تمام. هو بيحاول يعمل التوازن ما بين العرض والطلب عشان كل خريج يلاقي شغلانة في التخصص هو متخرج فيه، ويبقى كمان عنده عارف هو بيعمل ايه، عشان لما يجي ياخد كورسز او ياخد دراسات يبقى عارف ان دي اللي تبع العمل اللي هو هيشتغل فيه. تمام. طبعا لما بنخفف المواد اللي يعني مسؤول عنها الطالب كده بنخفف من على عاتقه الدراسه اللي هو بيدرسها، واحنا شايفين في العالم كله في تطوير حتى في فترات الاجازات، وبنطلع بقى جيل سوي ما يبقاش كل همه ان هو يحفظ ويصم عشان يحط في ورقه الاجابه، وما بيبقاش فاهمين، واحنا بنعاني كتير جدا بالخريجين اللي بيبقوا جايين لنا سوق العمل، نقعد نفهمهم من اول وجديد لان دراستهم بتبقى مختلفه جدا عن الواقع العملي والواقع اللي فيه الشغل اللي هم بيشتغلوه. تمام. طبعا كلها مجهودات بتحاول فيها الدوله اللي تظبط، طبعا ملف هام جدا هو ملف التعليم، ومش ده الملف الوحيد الدوله بتسعى الى ضبطه، لا في ملفات اخرى كتيره، وده كله هيبقى في المصلحه العامه، لان هرفع المعاناه عن كاهل الاسره، بدل ما بدي مثلا 8 مواد وبدفع فيها دروس خصوصيه، لا هتتخفض المواد اكتر من كده. وعايزه اقول لكم على تجربه شخصيه، احنا كنا يعني وفي الثانويه العامه كنا بنروح ناخد المجاميع جوه المدرسه، وكنا بنستفاد، وكنا وطلعنا كلنا الحمد لله يعني دفعه كبيره من الناجحين والماسكين مناصب كبيره في الدوله، والتفوق ده بيبقى محتاج وازع من جوه الطالب قبل ما بيكون درس خصوصي او يعني منهج بيبقى بيتصب صب داخل دماغ الطالب. استاذه حنان، بما ان حضرتك خبير اقتصادي، شايفه الموضوع او الازمه اللي احنا بنمر بيها دي هتاثر على المجال الاقتصادي ازاي؟ مجال حضرتك. بصي يا ستي، هو انا اسفه جدا، العالم كله بيمر بازمات، لان طبعا شايفين ان في حروب وفي منازعات، ودي طبعا بترفع من التكلفه جامد جدا بالنسبه للدوله اللي فيها النزاع، او الدول اللي حواليها اللي هي كانت بتعتمد عليها ان هي تصدر لها او تستورد منها. وشفنا طبعا ارتفاع لاسعار عالميه، ازمات متواليه سواء في السكر، في الزيت، في الرز، في يعني مختلف تمام. كل دوله ان هي يبقى عندها اكتفائها الذاتي عشان خاطر برضو ما تعتمدش على الدول اللي حواليها، وبتحاول تتوجه الى دول اخرى بتشبهها من حيث الطبيعه، يعني عندهم ما بيتدخلوش في الشؤون دول اخرى، مهتمين بالشان الداخلي، مهتمين بالتنميه الاقتصاديه، مهتمين بالتبادل التجاري البيني، فدي كلها بتظبط العديد من الملفات الاقتصاديه. بس في نفس الوقت انت بتحاولي ان انت تقي الشعب يعني شرور طبعا الحروب، لانها بتدمر الاقتصاديات وبتسحب كل الارصده النقديه الاجنبيه والمحليه، فبتحاول الدوله بقدر الامكان ان هي تظبط هذا الملف. وطبعا شفنا في الفتره اللي فاتت كان في اهتمام من قبل الدوله بالدخول في العديد من المشاريع المباشره، وشفنا خطط استثماريه للعديد من المناطق المتواجده داخل الاراضي المصريه، وده طبعا هيبقى له مردود اقتصادي على الدوله ويظبط لها عجز الموازنه تدريجيا. ولكن برضو احنا يعني كمصر دايما كده بنقول الاخت الكبرى اللي بتتحمل يعني الضيوف من كل يعني دوله فيها نزاع، وطبعا ده بيؤثر على الاقتصاديات بالسلب، بس بتحاول برضو الدوله بقدر الامكان ان هي توفر السلع والخدمات يعني اسعار مناسبه. بس العيب الوحيد هي مش عامله رقابه على السوق قويه، لو عملت رقابه على السوق. استاذه حنان، لو حابين نوجه رساله لجشع التجار على الهواء، تحب تقول لهم ايه؟
اقول لهم اتقوا الله يعني بجد، يعني اللي انتوا بتعملوه دوت، انت بتتغلي عليا الحاجه وغيره، وانت اصلا كمان مستهلك، انت مش منتج بس او موزع بس، انت كمان مستهلك، فانت بترفع الفاتوره على نفسك وبترجع برضه تحملني بالفاتوره تاني، وهي دايره كده. بس هيحصل في وقت، هيجي بعض الاماكن هتقول لك لا احنا مش هنستهلك هذه السلعه وهتبور، وده هيبقى فيه يعني ضغط قوي ان هي ينخفض سعرها، الى جانب ان هي طبعا بتتعاون مع الدوله لكشف طبعا التجار اللي عندهم جشع، لان ده لا يتناسب مع دوله عندها يعني خيرات اقتصاديه. تمام، نهب عيني عينك. بشكر الخبير الاقتصادي حنان رمسيس، بشكر حضرتك على مشاركتك في البرنامج مع البصمة. يا استاذ سمر، واشكرك جدا، واتمنى ابقى اكون معاكي دايما. ميرسي جدا يا فندم. طبعا انا اتكلمت عن المدرسين، اتكلمنا طبعا عن زياده الحد الادنى للاجور، طبعا ما اتكلمتش على الدروس الخصوصيه، وما اتكلمتش عن جشع التجار، وما اتكلمتش عن زيادة السلع الغذائية أو التموينية أو أجرة المواصلات أو. خلينا نفتح بند بند مع حضراتكم على الشاشة، وناخد أول حاجة يمكن طلعت ترند جامد جدا في الفترة اللي فاتت دي، وهي زيادة الأسعار. أنا بسأل أي تاجر سواء بقى بيتفرج عليا أو فاتح محل أو فاتح سوبر ماركت، هو أنتوا ليه كده؟ يعني احنا كاولياء امور مثلا، اي رب اسره بيبقى مثلا ليه مرتب معين ماشي بيه، ماشي بيه بيته ومراته واولاده، تيجي انت تاخد المرتب ده بسهوله على كيس سكر او ازازه زيت؟ يعني هل ده يصح؟ طب انت جيت خزنت الحاجه دي وقعدت تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، وجيت اتفاجئت مره واحده نزول الدولار. طيب الحاجه اللي انت قعدت تجمع فيها شهور ولا سنين دي عملت معاك ايه دلوقتي؟ اكيد خسرتك. طب انت استفدت ايه؟ فاحنا ما نجيش نقول احنا ليه وصلنا لكده. ربنا دايما بيكون ليه حكمه في كل حاجه. زي ما المدرسين امتنعوا عن تدريس المواد في سناتر او في دروس خصوصيه او لاي عله ما، ربنا قادر برضو في اي وقت يقلب حياتك كلها. ربنا قادر على كل شيء، ربنا بيبقى عارف مصلحة العبد فين وبيوجهه ليها، ربنا ما بيتحاربش ولا ما بيتعاندش. طيب ده بخصوص التجار، يا ريت كل تاجر بيتفرج عليا وبيتفرج على برنامجي يعمل بالنصايح اللي انا قلتها. بخصوص الدروس الخصوصية، اي مدرس ممكن نعمل زي مبادرة، مش هنسميها مبادرة، ممكن نعمل بروتوكول تعاون مع المدارس. انا مثلا خريج تربية معايا مثلا اداب واخد مثلا دبلومه وعايز ادرس، ومش عايز مثلا حد يجي يقبض عليا او ادفع غرامه، انا بايدي اروح المدرسه اقول لهم انا عايز اشتغل بالاجر، انا شغلي في المدرسه بالاجر ده هو اللي هيجيب لي الدروس لحد عندي، هو اللي هيخلي الطلبه اللي تعمل مظاهره لا احنا عايزين ناخد درس عند استاذ فلاني. اذا المدرسه هتتكاتف معاك بانك تدرس عندهم في المدرسه اللي هي الدروس الخصوصيه اللي انت ماشي فيها، بس بدل ما تمشي بالهمجيه وبنظام التجارة في سناتر برة، لا هتمارسها وهتدرسها وهتاخد منها ما يكفيك من الأمر المادي بس في المدرسة، وكل ده طبعا بيتم بالتكاتف معاك من طبعا المدرسة، مدير المدرسة، الوكلاء اللي بيبقوا ماسكين المدرسة عموما، بيعملوا لك بنرات، بيعملوا لك. إذا مفيش حد يقول أنا مش لاقي شغل، ما اسمعش أي شاب بيتفرج عليا دلوقتي يقول أنا مش لاقي أشتغل، لا انت بايدك تفحت في الصخر عشان تشتغل، بايدك تحارب عشان توصل لهدفك وتحقق حلمك، وده اللي انا قلت لكم عليه في اي حلقه سابقه قبل كده، لازم يكون عندك اراده، لازم يكون عندك هدف وتمشي عليه عشان تحققه. طبعا انتم متعودين معايا في برنامجي ان انا بقدم لكم في كل مره مفاجاه، لكن للاسف انا المفاجات دي ما كنتش بقدمها في الحلقه. انا مؤخرا بدات اظهر في لايفات على الفيسبوك وبدات اكسب ناس من برنامجي. محدش يا جماعه معذره، انا بناشد اي حد بيتفرج على برنامجي، بناشد اي حد متابعني وبيكسب من برنامجي، محدش يجي يقول لي انت الفلوس دي بتوزعيها ليه؟ معلش، اصلا الفلوس دي زي ما ربنا رزقني بيها انا هرزق بيها العباد، عشان ربنا يجيب لي بدل الحسنه 10، بدل ما ربنا يجيب لي بدل حاجه صغيره قد كده يرزقني بحاجه كبيره قد كده.
اولا انا بعمل كل ده جبر للخاطر، مش منتظره حاجه من حد. واحده هتقول لي جبر خاطر زي ايه؟ هو في حد لاقي تقعدي؟ اصل انا جالي الرسائل دي كتيره جدا يا جماعه، حافظي على فلوسك، خلي فلوسك لابنك، الفلوس دي هتنفعك، انت بتطلعي تكسبي الناس بدون اي هدف ليه؟ يبقى انت عايزه توصلي لحاجه، عايزه تعلي ريتش الصفحه. اقاويل من دي كتيره جدا، فانا بوضح لكم اهوت في حلقه على الهوا مباشره، انا بعمل كده من باب جبر الخاطر. انا ربنا الحمد لله بيكرمني كتير جدا في حياتي بسبب والدي وبسبب والدي ووالدتي واسرتي، وبسبب ان انا بمشي مشاوير كتيره جدا في حياتي بدون مقابل، فربنا بيعوضني ده بعدها على طول. ويمكن ده حصل قريب، فانا عايزه اقول لكل الناس اللي بتتفرج عليا هكسبكوا تاني وتالت ورابع وعاشر، بس انت اعمل اللي عليك. انا ما بطلع لكم لايف في التلفزيون في الفيسبوك واقول لكم انا هكسب حد في اللايف، ده كتدعيم مني ليكوا. انا عايزه مشاركه، انا عايزه تحدي، انا عايزه اصرار، انا عايزه دي تحارب في دي وتحارب في دي عشان توصل لتحقيق حلمها اللي هي المكسب اللي هي عايزاه. وبالفعل اللي يا جماعه بيصبر بينول، واخره الصبر جبر. كان نفسي اطول معاكم اكتر من كده في حلقه النهارده، بس للاسف الحلقه على وشك النفاذ خلاص. حابه اقول لكم ان في لايف النهارده باذن الله الساعه 12 بالليل، هكسب فيه حد حاجه ذهب، بس المره دي بقى بشرط. يعني انا كل مره بقول لكم ان انا بعمل كده بدون مقابل او كجبر الخاطر او لا، المره دي معذره في شرط صغنون قد كده. ايه هو الشرط؟ انكم تحبوا بعض يا جماعه، حبوا الخير لبعض. فيها اما واحده تحب صاحبتها، جار يحب جاره، اخ يحب اخوه. احنا بقينا في زمن وحش، في زمن طماع، في زمن جشع، كل الناس عايزه تاخد بس ما تديش، كل الناس عايزه تجري بس مش عايزه محطات. طب انتوا ليه كده؟ ليه تعملوا في نفسكم كده؟ فانا هطلع النهارده لايف الساعه 12 بالليل باذن الله على الفيسبوك على صفحه الدكتوره سمر اسامه حسوه في برنامج مع البوصله، هكسب فيه اللي هيعمل شير لزمايله، اللي هيمنشن لزمايله، اللي هيضيف لي متابعين على الصفحه. ده بقى الطلب اللي انا عاوزاه منكم، اللي هكسب عليه حاجه ذهب. هعيد تاني وتالت ورابع. حاجه كمان حابه الفت نظركم ليها، حاجه كمان حابه الفت نظركم ليها بس بعد المداخله دي. اتفضل استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. الو استاذ احمد، الخط فصل يا جماعه. انا يعتبر النهارده حلقه النهارده كانت حلقه جميله، كانت حلقة مختلفة. بغض النظر بقى الدكتورة سمر استضافت مين، ده فلان الفلاني الدكتورة سمر جايبها يطلع معها حلقة هدية، ده مش عارفة مين، لا احنا يا جماعة لازم قلبنا يكون على قلب بعض، لازم نحب بعض. اصل الحياة ما بتبقاش كده، الحياة دايما مشاركة، الحياة دايما تعاون، الحياة خد وهات، الحياة يوم ليك ويوم بعد كده هيكون عليك. فانت ما تبقاش اناني، ما تبقاش انسان ساذج، ما تبقاش انسان كل همك انك تاخد وخلاص، لا راضي كل اللي حواليك بس ما يكونش على حساب نفسك. يعني انا مش معنى ان اقول لك راضي فلان او 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 جازي فلان او تعالى على نفسك عشان خاطر فلان، بس ما تجيش كل ده مش عشان خاطر نفسك، ما تجيش على نفسك وتقتلها. اللي بيراضي الناس وبيكبر بخاطرهم يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيكبر بخاطره وبيراضيه. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وكنت أأمل إن أنا منهيش حلقتي معاكم النهاردة، بس انتظروني في كل ميعاد كل أسبوع معاكم في برنامج مع البوصلة للدكتورة سمر أسامة حصوة كل يوم اتنين الساعة 11 الصبح. وبإذن الله هنستقبل كل رسائلكم على البيج من خلال صفحة الدكتورة سمر أسامة حصوة ومن خلال الصفحة البرايفت، وإحنا هدفنا إن إحنا نراعيكم ونلبلكم كل مصالحكم، واللي يحتاج أي حاجة في أي وقت ما يترددش. ارقام تليفوناتي كلها موجوده على الشاشه، البيج بتاعتي معروفه على الفيسبوك، وكلكم عارفين ان اي حد كلمني ما بخلتش عليه باي حاجه. اشوفكم على خير وسلام باذن الله الاسبوع الجاي، وحلقه جديده وحلقه مختلفه من برنامجكم مع البوصله مع الدكتوره سمر اسامه.